وتعتبر الطريقة دي من أفضل الطرق التي تساعد على زيادة المشاهدات، وخصوصا في 2024. وش معنى 2024؟ لأن 2024 سنة الـ AI، الذكاء الاصطناعي. إن اليوتيوب بيحاول على قد ما يقدر إن هو يريح منشئ المحتوى ويقتصر دور منشئ المحتوى على بعض التركات الصغيرة في إنشاء فيديوهاته، أما الباقي اليوتيوب عايز هو اللي يتولاه علشان يحطك في المكان المناسب وتظهر للجمهور المناسب، فبالتالي يزيد عدد مشاهداتك ويزيد مشتركينك، فبالتالي حتزيد أرباحك. لأن اليوتيوب هنا حيساعدك على تنظيم محتواك وربطه بموضوع معين، وده اللي انت بتحاول تعمله بشكل كامل وشكل مستمر. وكلام النهاردة مش موجه بس للفيديوهات القصيرة أو للفيديوهات الطويلة، لا، ده كلام النهاردة عام للجميع. وانا هقول لحضرتك انك لو استخدمت الطريقة دي، انا متأكد بنسبة 100% انك هتقدر تحول قناتك من قناة ما بتجيبش مشاهدات الى قناة بتجيب مشاهدات بنسبة صغيرة في البداية، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتتطور جدا جدا جدا، وفي ازدهار في مشاهدتك والفيديو بتاعك هيبدأ يظهر للناس. الطريقة دي هتساعدك بنسبة كبيرة جدا لزيادة ظهورك في نتائج البحث في المرتبة الاولى، الثانية، الصفحة الاولى على الاقل، وهتظهر للجمهور، لان الموضوع ده بيجذب انتباه الجمهور المستهدف. لو جيت قلت لي يا متوحد ايه افضل حاجة ممكن تكون بتحبها في انشاء الفيديو، هقول لحضرتك ان انا اظهر للمكان المناسب والوقت المناسب للشخص المناسب، لان ده هيساعدني ان انا ابني جمهور واعمل متابعين، ويكون في فرق بين المشترك والمتابع، لان المتابع مستمر معاك مهما كانت الظروف. عايز اقول لحضرتك اللي انا بقوله حالا النهاردة، ممكن البعض من حضراتكم يقول ايه احنا جربنا الموضوع ده قبل كده وما نفعش. عايز اقولك ان في تحديثات بتحصل في اليوتيوب بشكل مستمر، ومن التحديثات دي اللي بدأت فعلا في 2023 نهايتها يتم اضافتها، والتي اثرت بالايجاب على مجموعة كبيرة جدا من القنوات اللي انا بادرها. علشان كده حبيت اوضح لك كل حاجة بالتفصيل وبتجارب عملية، وعايز اكد لك برضو حاجات مهمة جدا لازم تجربها وانت بتعمل الطرق او الطريقة دي، لان الموضوع بيختلف بتاتا بين الفيديو القصير والفيديو الطويل. وانا حبيت الموضوع يكون بشكل عملي، يعني هنرفع مع بعض اهو، نيجي كده على يوتيوب ونعمل اضافة ونعمل تحميل فيديو، وحبدأ بالفيديو الطويل مش الشورت، طويل مدة. يعني ايه طويل مدة؟ الفيديو طول ما هو اكتر من 60 ثانية الى هذه اللحظة يعتبر فيديو قصير، الى هذه اللحظة هو ممكن قدامي يكون اطول واكبر من كده، ايوه، بس انا مش عايز احرق لك المفاجأة، التحديثات عندي ما تقلقش، انا وقتها هقول لك. ماشي، هنيجي على علامة الفيديو ده اللي هو 5 دقايق ونص، معناه ان فيديو طويل في المدة، فمعنى كده مش شورتز، مش فيديو قصير، لا ده فيديو طويل. هنضغط عليه ونيجي بقى كده نعمل التالي. الموضوع باختصار ان حضرتك بيظهر لك نفس اللي بيظهر لك على موبايلك، مفيش حاجة جديدة. اما الايه متوحدة فكرة، انا عايزك تسيب العنوان. احنا شرحنا قبل كده العنوان وازاي تقدر تعمل عنوان احترافي بنسبة 100%، وشرحنا الوصف وقلنا ازاي تعمل وصف بنسبة 100%، والحاجات دي موجودة عندك في قوائم تشغيل لازم ترجع تشوفها. بس جديد في الوصف ان اليوتيوب ضاف لك هنا اسمها عبارات الهاشتاج، اللي هتبدأ تظهر بنسبة 100% من اليوتيوب بشكل مقترح، مش انت اللي هتضيفها، لا ده اليوتيوب هو اللي هتضيفها لك بشكل مقترح، وغالبا وبنسبة 99% بيكون الموضوع تبع المحتوى اللي حضرتك بتقدمه في قناتك بشكل عام. والاهم يعني الموضوع ده لو قناتك متخصصة هيفيدك جدا بنسبة 100% في زيادة مشاهداتك وانت مغمض عينيك، خصوصا استخدامك للهاشتاجات في بداية الوصف، ومرة كمان تستخدمها في النص، ومرة كمان تستخدمها في الاخر. مش لازم ترتب نفس الترتيب كل مرة في الوصف، حاول تغير علشان تخلي خوارزميات تقرأ وصفك بشكل مستمر، ما تاخدهاش نسخة كوبي باست زي تثبيت الوصف اللي انا ضده بنسبة 100%. ما تحاولش تثبت وصف الا اذا كنت قناة والقناة بتاعتك اصلا رنكها عالي، ولو ما نزلتش الفيديو من غير وصف اصلا هتجيب مشاهدات. ف
فالهاشتاج هو ده الهاشتاج الصحيح اللي تعمله. اما اللي بيعمل لك هاشتاج لايك واشتراك وكومنت، دي هاشتاجات فيك ملهاش اي 30 لازمه، وانت بتظهر لاي حد بيتكلم عن اللايك والاشتراك، وتظهر في محتوى ديني، محتوى اسلامي، محتوى عربي، محتوى تعليمي، محتوى ترفيهي، محتوى اجنبي، لان مفيش استهداف للكلمه. اما الربح من اليوتيوب ايه ده دم ولا لا مفيش حاجه، اما الربح من اليوتيوب فيعتبر من افضل الهاشتاجات المهمه في محتوايا انا الشخصي كمتوحد فكره. طيب هنا بالنسبه للفيديوهات الطويله، طب الموضوع بالنسبه للفيديوهات القصيره هو بس كده؟ اه بس كده، ان حضرتك تستخدم الهاشتاج التي يتم اقتراحه من قبل اليوتيوب في قناتك على اليوتيوب وانت بترفع الفيديو. دي طريقه مهمه جدا وحلوه جدا، لان اليوتيوب قرا الفيديو بتاعك واداك الهاشتاجات اللي تقدر تطور لك محتواك. نيجي بقى بالنسبه لفيديو قصير انت بترفعه على قناتك بشكل عادي، وحد مثلا الفيديو ده انا برفع الفيديو ده وبعمل التالي، هنا بقى مش هقول له حضرتك روح بالهاشتاج عندك على ايه على الوصف، لا ده انا هقول لك اضغط هنا بص هتلاقي تم اقتراح الهاشتاجات من قبل اليوتيوب في الفيديوهات القصيره اللي حضرتك لازم تستخدمها بشكل مستمر في فيديوهاتك القصيره وانت عندك لحد 100 حرف. استخدم الهاشتاجات الرائجه واللي ممكن تجيب لك مشاهدات مقترحه من قبل اليوتيوب اللي هتساعدك انك تظهر في خلاصه الشورتز. النهارده بيكلمني شخص بيقول لي يا متوحد فكره انا ما بظهرش في الشورتز. قلت له بنسبة 100% عندك مشكلتين، المشكلة الأولى إن مفيش تخصص في القناة، المشكلة الثانية إن حضرتك ما بتستخدمش الهاشتاجات المناسبة لمحتواك، وهنا اليوتيوب يبدأ يعاقب القناة دي ويبدأ ينزل لها فيديو يجيب 100 مشاهدة والفيديو الثاني ما يجيبش مشاهدات، وهي دي خوارزميات وخصوصًا في البدايات. علشان كده أنت لازم تكمل وتستخدم الهاشتاجات المناسبة في محتواك علشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس والجمهور بشكل مستمر. يبقى إحنا باختصار بنتكلم النهاردة عن الهاشتاج. الهاشتاج المقترح من اليوتيوب سواء في العناوين في الفيديوهات القصيرة او في الوصف في الفيديوهات الطويلة، فهي دي الاماكن المناسبة للاتنين. يعني لما يجي حد يقول لي يا متوحد يا فكرة هو انا ينفع احط في العنوان هاشتاج؟ اقول له اه بس لو فيديو قصير. يا متوحد يا فكرة هو انا ينفع احط في الوصف هاشتاج؟ اقول له اه لو انت فيديو مدته طويلة، لان اليوتيوب بيقرأ الخوارزميات وبيقرأ الهاشتاجات وبيساعد على ظهورك لاكبر عدد ممكن ناس بهذه الطريقه يا صديقي. ولو اليوتيوب نفسه مش كان محتاج كده ما كانش ادى لحضرتك هنا او ادى لحضرتك في الوصف الناحيه الثانيه اسمها عبارات هاشتاجات مقترحه، يعني مش كان اداك المقترح اللي هيظهر هنا ده، مش كان اداك المقترح ثواني، مش كان اداك المقترح دي اسمها ايه؟ عبارات هاشتاجات مقترحه من قبل اليوتيوب بناء على محتواي، لان اليوتيوب بيقرا قناتي وبيخرمز لي او بيديني او بيديني خلاصه. هو ده خلاصة. علشان كده وجهة نظر الشخصية استخدم الهاشتاج المناسب، طور من نفسك بشكل مستمر، لدرجة ان انا الفترة الاخيرة بدأت اتعامل مع بعض القنوات اللي انا بدأت اتأكد ان الهاشتاج بيفرق معاهم من القنوات اللي انا بادرها، بطلب منه ان هو بيرفع الفيديو يضيف الهاشتاجات من نفسه من التطبيق نفسه اللي بيرفعه. في سؤال بقى بيسأله منشئ المحتوى لنفسه، هل رفع الهاشتاج نفسه هل الفيديو نفسه من جوجل كروم او من استوديو اليوتيوب اللي هما اصح؟ عايز اقول لك ان الموضوع ما بقاش يختلف كتير جدا، خصوصا اليوتيوب بدا يدخل تحديث جديد انك ترفع من استوديو اليوتيوب نفسه، علامه الزائد هتبدا تظهر قريبا جدا عند البعض من منشئ المحتوى الفتره اللي جايه، وممكن تكون وانت بتكلمني هي ظاهره عندك ومش ظاهره عند البعض، ولكن دي تحديثات بتحصل زي التحديث نفسه اللي انا بتكلم عليه النهارده اللي هي العبارات المقترحه. موضوع ظهر من شهر 9 عند البعض وشهر 10 عند البعض، والنهارده بيظهر تقريبا عند 95% من منشئ المحتوى. تاكد هو موجود عندك ولا لا، لو موجود عندك حاول تكتب لي في الكومنتات. طريقه مجربه بنسبه 100% لازدهار قناتك وظهورها في محركات البحث وزياده مشاهداتك وانت مغمض عينيك، اوعى تتردد انك تجربها وتكتب لي في الكومنتات ايه اللي كانت النتيجه. وعايز اقول لحضرتك لو قناتك ماشيه كويس ما تحاولش انك تجرب التجربه دي، لو قناتك جايبه مشاهدات ما تحاولش انك تقفلم اكتر او تدي اليوتيوب طريقه مختلفه لقرايه خوارزميات قناتك. خليك ماشي على نفس الريتم اللي انت ماشي عليه، لان الموضوع ده بيفرق جدا مع اليوتيوب وممكن يؤدي الى مراجعه قناتك ويفضل يقلل اقتراحاتك. طول ما انت سالك اسلك اسلك زي ما انت، لا تحاولش انك تستخدم اي حاجه تانية من اي قناه تعليميه تانية بجد والله، حتى انا في المتوحد فكره
الكلام ده للقنوات اللي مش قادره تشتغل او تزدهر، والقنوات اللي لسه مشاهداتها قليله وعايزه تزدهر اكتر. اما القنوات الناجحه واللي جايبه مشاهدات، حاول تعرف ان حضرتك لو نزلت السلام عليكم هتجيب مشاهدات، هتجيب مشاهدات. شكرا للجميع، تحياتي.